كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الخميس كان حلو عليكم. لما قاعده بزاوية المستجي هذه يعني بسولف عن الميك اب، بسولف لكم شويه عن هذا البوكس اللي هو حمر لوريال وبلمان، لانه وايد ناس شافوهم عندي بالبوتيك ما ادري شنو سالفتهم. مصمم بلمان اوليفيير صمم 12 لون حمره الوان غريبه، مستوحات طبعا من بلمان وروح دار الازياء العريقه، وسوى 12 لون حمره حق لوريال. الالوان غريبه، في اشياء خرافيه وفي اشياء شوي جديده، بوريكم اياهم بجربهم كلهم. معنا في الوان متاكده بتقدر راح تطلع لهم بس اذا خلطتيهم مع الوان ثانيه راح يطلع كومبليشن عجيب. بين البوكس فخم فخامه مو طبيعيه، داخل مبطن بمخمل، منزلين 4 باللون الاخضر، 4 بالباكج الاسود، وأربع بهاللون. شفت اللون؟ أزرق. راح أحط الحين وأوريكم شلون يطلع. ما شاء الله ما شاء الله. أدرب. اللون مو ضبط إلا على أم فاهد لما سويته. حنجرب إحنا يضبط علينا. ولا لا؟ ايه هذا اللون ينن، هذا من الدرجات الصعبة، يصير بني رمادي شوية. ما ادري مبين معاكم اللون ولا لا، بس بني كايلي البني الكاكاو، هذا لون شتوي بامتياز. شايفين اللون؟ هذا لون بابوس، هذا لون بابوس المفضل، طقم من الباك جراوند. شلون يطلع؟ يا يطلع حلو يا يطلع موضع علف. ابوي حلو ها؟ كلش مو موضع علف عشوة. وبعدين الحمر فيها نسبة ترطيب، مع اني قاعدة اغير كل شوية بس ما احس نشفوا الشفايف، كنت حاطة زبدة وياهم. يفون جدا هذا اللون، هذه من الألوان ما أخاف منها، أحسها تطلع كيوت على طول. مش مشي صاير. أيوه أنا ماني فاهمة تقسيمة الألوان شنو بالضبط، بس هذا بنفسجي أغمج من البنفسجي اللي مساع. حنجربه شو ورانا. رقم 7 درجة الأحمر، الأحمر اللي يشلع القلب وشي حمار حلو. هلا أبوي لذيذ، ولا غلطة الأحمر ولا غلطة، جميل. حتى الآن الكوليكشن في كل الدرجات المهمة في الحياة. هنجرب هذا اللون نود، هو وايد خفيف وايد ناعم هذا. وايد لطيف، وايد لونه طبيعي، لمعة هو تقريبا، فتقدرين تخلطينه مع الوان ثانية عشان يفتحها أو تخلينه بروحه كذي لطيف. يابا هاي اللون بقدونس، هاي هاي لون الفاشن شو هبوا بالزيتي العام بالماء. شلون يطلع الشفايف؟ ما ادري. يلا شو سبب شي تاخذين ازيتشي؟ بسم الله ما شاء الله. اللون الحشيشي ده جميل بشكل سيء. لا مو بسوء اللي توقعته، بس احس اكثر، بس ادري انه وايد بنات عادي يطلعون شيء. الكولكشن في الوان مينونه حلوه، مو دارجه وايد، ما تحصل بكل مكان. هذا من الالوان الغريبه بعد، صاير اورنج على نحاسي. شفتوا؟
هذا نود تقدرين تستعملينه تفتحين فيه الالوان الغامجه، وعلى السمر يطلع احلى من البيض لانه يصير شي ستايل كيم كارداشيان، عرفتوا نود لبس. على البيض راح يطلع اللون باهت نوعا ما اذا استعملتي بروحه، بس بوريكم اياه anyways. اخر لون بالمجموعه اموت على هالدرجه، بس مو اي حمره تضبط علي، ان شاء الله ان شاء الله تضبط خالي، اللون وايد عاجبني. شوف شلون تطلع ليلك. وخلصنا بوكس لوريال مع بلما، للأمانة شيء خرافي. هم مسوينا ليميتد إديشن لفترة محدودة بس، فما راح يردون نزول الألوان مرة ثانية، بس وايد غريب. الحلو فيه طبعا فيه من روح الماركة نفسها بلما، وبنفس الوقت الألوان اللي موجودة فيه ما تحصلها بأماكن ثانية، يعني أشياء وايد كذي تحسين إنهم إكسكلوسيف، ألوان غريبة، ألوان صعبة، وايد حبيته. طبعا ما ينباعون بالحبة، ينباع البوكس كامل، وموجود عندنا في بوتيكات، موجود عندي في البوتيك على اللينك في البايو بصفحتي بانستغرام. الحين بحط لكم التفاصيل للي مهتمين يشترونه، بس الأمانة 12 حمرة عجيبة عجيبة. طبعا متابعاتي صرتوا تعرفون المكياج الحمر الأشياء اللي أحبها دائما أحطها بالبوتيك، تدخلون عليه من هاللينك اللي أنا حطته في البايو بصفحتي في انستغرام. لازم تكونين منزلة تطبيق بوتيكات عشان يفتح معاك البوتيك. بوتيك موجود، راح تلقون هني بوكس الحمر رقم 877. لما تجون هني تكتبون 877 راح يطلع لكم المنتج بشكل أسرع. 877 سيرش راح يفتح على طول. البوكس هذا راح تلقونه بس ببوتيكات، ما أدري وين ينباع بأماكن ثانية. طبعا بوتيكات يوصل حق كل دول الخليج، وفي رقم تليفون هني تقدرون تدقون عليهم يردون عليكم 24 ساعة لأي خدمة. قبل ما نختم سنابات اليوم، راح يكون الحين وقت السحب على مسابقة نسناس. سوينا أنا وتطبيق الأونلاين شوبينج نسناس مسابقة على بوستهم في إنستغرام هذا، وكان مطلوب منكم تحطون تعليق، وراح أختار من الكومنتات الحين اثنين من سعداء الحظ يفوز كل واحد فيهم بكون قيمته 500 درهم إماراتي مشتريات من أبليكيشن نسناس على كيفه. طبعا هذا البوست اللي طلبنا منكم تعلقون تحته على حساب نسناس في انستغرام نسناسكم، عندنا حوالي 5000 مشترك، راح اختار من التعليقات. اوكي يا عيونها، هذا كل المشاركين، نهى 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 بدايتكم. الحين بنختار، بحاول ارجع حق اول مشاركات واختار اثنين يفوزون بالكوبونات، والله يسعدهم يا رب ومصروف الهنا. ما تبقي زاويتي، لا تبقي زاويتي، يلا أقوى كيكة كيكتي، صح أمي؟ حلوة يا شوية تديدة يا بعد كله شوية شوني حشاني حلوة 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 حشان يومين.
يا لبي ضحكة زوارة مع فنانة العائلة الفنانة والمخرجة ومساعدة المخرجة والمبدعة إيمان والكلاك كل شيء كل شيء والإكسسوار كله كله الحين مع مسرح الأحملي عندنا مسرحية إن شاء الله تاريخ 21 وليه 25 بلندن حق طلبة لندن حياكم مسرحية فرحة ما تم What are you gonna name her? سارة سارة؟ No way يومان عند دكتور ناصر العازمي ودكتورة إليزابيث من وحدة المساعدة على الإنجاب وأطفال الأنابيب أشهر وأفضل دكاترة أطفال أنابيب على مستوى العالم كله موجودين عندنا في رويال حياة بالكويت شو مكتبة تشوفوا ما شاء الله كلمات شكر دروع هدايا صور كلها لحالات عالجها الدكتور ناصر والدكتورة إليزابيث وساعدوهم على الإنجاب السنوات اللي طافت كلها What a name your little sister سارة لا We agreed on a different name ديما تبين بيبي ديما؟ ديما وقت أصول باكس بالمقبل and we're gonna open them until we get a sister ايه بس if you get a sister we have, you have to share with her okay. everything you have what if you get more LOL sisters are annoying they share your clothes they share your toys they share your makeup just like what Nova is doing with me she shares everything I have okay. are you ready for this? And if you get a little sister, Gobi is not gonna be the little macaroni anymore. They're gonna be another new macaroni in the house. One smaller is gonna arrive. It's gonna be in mommy's tummy. Hey, ما اتفقنا. دكتور ناصر شخبارك؟ بشرني قلت لي خبر وايد والناس لي كل مرضاج حمل. كل اليوم من طرفي؟ كل اللي من طرفك من السعودية من. مرات من قطر ما شاء الله الله يهنيهم ادعوا لك بطولة العمر فضل الله سبحانه وتعالى ولك دكتور انا بس كنت الوسيله اللي وصلتها وصلتهم لك بس يعطيك الف عافيه يعطيك الف عافيه مبروك حق حبيباتي اللي حملوا والله يوفقكم ويسعدكم دكتوره اليزابيث هاو ار يو سلام هاو ار يو الله يسلمك دكتوره اليزابيث طبعا زوجة دكتور ناصر العازمي احدثوا طفرة في عالم أطفال الأنابيب عندنا بالكويت وعلى مستوى العالم والله الأمانة دكتور ناصر ودكتورة إليزابيث في وحدة المساعدة على الإنجاب وأطفال الأنابيب في رؤية الحياة حائزين على الاعتراف الكندي الذهبي يعني هم الأوائل على مستوى العالم كأفضل وحدة مساعدة على الإنجاب وأطفال أنابيب على مستوى العالم كله عندك مرضى من كل دول العالم صح؟ عندنا وايد ناس واليوم كان عندنا عمليات ناس من دوحة من قطر ونامو سعودية ومن أمريكا روسيا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كلنا سيون والحمد لله عندنا نجاحات وكلنا شبون ولد كلهم يبون ولد شو يوم البنات يحلوهم أنا ببنية الحين مشكلة إحنا في الخليج العربي وهذه كل مرة أي هني عند دكتورة ناصر ودكتورة إليزابيث بقولها في ناس ما تبي تقنع روحها إن في مشكلة وحتى الرجل يحس إنه شيء يخدش رجولته إذا راح وعالج عند طبيب وشاف إذا في مشكلة بتأخر الإنجاب ويسكتون عن روحهم 10 سنين 20 سنة مرت عليك حالات وايد دكتور صح؟ وايد وايد ومع الأسف شديد بالذات اللي هم يتجهون حق أطباء النساء طبعا ونعم بالناس كلهم وطبيب النساء ما يسأل على الزوج صح فيعطي المسكينة منشطات وتقعد تتم سنة سنتين والتبادل وطبعا الأهالي قاعدون يتكلمون ليش مرتك ما أحمد وهو بعد يتهمها عندنا على طول المرأة هي المشكلة متى يكتشف لما أول شيء يمر العمر ثاني شيء بعضهم طبعا تعرف المجتمع ما يروح يتزوج واحدة ثانية مثلا اوكي لما يكتشف انه ليش مرته ثانية ما حمله يعرف انه هو اللي فيه مشكلة ترى في ناس تفكر عملية أطفال الأنابيب عملية فيها بنج وقصة طويلة ومعقدة عملية الخلس تقريبا 10 أيام دور الخلس كل شيء ما في عوار شيء حل بسيط جدا دورة نفس اليوم مثل العملية نفس اليوم دخول مستشفى ناس اللي
قمت تلاقين بعد 3 ساعات ما في بنش يعني شوية بس يعني هي تعتبر من العمليات البسيطة بسيطة وقت يسجل. حلو. في شيء الناس ما تستوعبه، عملية أطفال الأنابيب أفضل طريقة تحصل على أطفال خاليين من الأمراض الوراثية، عدل دكتور؟ صحيح لي المعلومة. مو أفضل طريقة، هي الطريقة الوحيدة للحصول على الطفل سليم. ما في طرق ثانية. إذا كنت تعاني من أمراض وراثية، ثلاسيميا اللي هو تكسر الدم اللي منتشر بالكويت، المرض المنغولي تلقين مثلا واحد عندهم بالعائلة مرض منغولي، مع ان المنغولي معروف انه مع تقدم المرأة بالعمر صحيح. لكن سبحان الله تلقين طفرات جينية بالبيت، تلقين عند اخته عند بنت عمه عند مش عارفه، فالمفروض الواحد يكون حذر. اوكي، مو معناه انه بيجيله، بس الواحد زين انه يكون حذر، يعني لان تعرفين يعني لما يكون واحد قدام قاعد يشوف ولده متعدد فليش هذا. كان الشيء الوحيد المضمون بعد الله اللي هو اطفال الانابيب، لان يتم عن طريق اطفال الانابيب اختيار الكروموسوم السليم صح؟ نختار الجنين السليم. اوكي. أهم بالنسبة حق اللي يبون طريقة مضمونة لتحديد جنس المولود، أطفال الأنابيب هذه اللي مضمونة دكتور، ها ما فيها روح تعال، بنت بنت ولد ولد، يقدرون يحددون بعد يختارون توم صدق؟ ها نفكر الموضوع. ست بنات تقوم تسوي أطفال أنابيب وي ولد مضمون وي ولد، وأكثر ناس من الخليج. نحن بالخليج عندنا الماكينة الفحص الجيني، فحص الأجنة ما في بالقطر والسعودية، فأنتوا الوحيدين المركز الوحيد اللي عندكم فحص الأجنة هنا في الكويت في رويال حياة. قبل أقول شلون حل مشاهير مالوت هوليوود فجأة كذي جابت 4 توم ويابتهم مضبوطين بنتين ولدين. أنا دائما أقول حق الناس يعني انت خايف من اطفال انابيب، بس كلها الحين مشاهير، كل السليبرتيز انجلينا جولي جينيفر لوبيز كلهم اطفال انابيب يطلعوا تجيب لها توم 2 3 بعدين تهتم بروحها تبي سليم، تبي طفل سليم، ليش تقعد تعذب وتروح جورج كلوني؟ جورج كلوني الحين بعدها من توم، وحتى بالنسبه حق الام يعني حمله واحده وتربيهم يكبرون مع بعض وتجاب العقب عمرها عقب كشفه. انا من شوي شفت مريضه من مريضاتي بالقهوه كانت حامل، فقالت لي دكتور انا بس اولد بهي، قلت لها ليش؟ كانت تقول لي انا ما في طبيعي هذا وناسه وناسه بسرعه بيصير عندها. سبحان الله سبحان الله شلون الطب تغير سبحان الله الطب. مثلا هذا شيء حلو، مثلا ولدين وبنتين بطل الميزان عدل. دكتور ناصر دكتورة إليزابيث بدون مبالغة، أكثر شيء أنزله على سنابي وتيني دعاوي حلوة عليه عقب تغطيتكم، وكل مرة أي يردونها عقب 2 أسابيع 3 أسابيع نوها شو اسم الدكتور والدكتورة اللي زرتيهم برؤية الحياة. الحين بحط لكم كل التفاصيل، حساباتهم في السوشيال ميديا. هالدكاترة والله والنعم فيهم غيروا حياة وايد ناس، بس أبي دعوتكم إذا حملتوا لا تنسوني الدعوة الطيبة أنا والدكتور ناصر والدكتورة إليزابيث. Thank you. Thank you so much. اخر ايام الشتاء تحلل هذا السويتر مال الشنب والله تلبس احس نات هذيل نزلوا الكويت الكولد جايا اذا تدورونهم ترى كل السايزات موجوده وايد حلوه خفيفه هذا بالصيف حبه اسعارهم على شيء 40 50 60 دينار